قرار قطع العلاقات مع ألمانيا أتى بقرار ملكي. مرحبا، معكم بالبيس باسل شركي، إن شاء الله تكونوا بخير يا جماعة وصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن مواضيع هامة جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نحكي أول شيء من أين أتى هذا القرار بتعليق العلاقات مع السفارة الألمانية، وأيضا رح نحكي ألمانيا تنحني، بين قوسين يا جماعة ألمانيا تنحني للمغرب. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس لتضل دائما على تواصل، تحتوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر وخلينا نبلش الفيديو سوا. قبل ما نبتدي يا جماعة ونحكي الدبلوماسية المغربية في القمة، الدبلوماسية المغربية في الهجوم، مثل ما قلناها ومنرجع من عيدها، العز للدبلوماسية المغربية. اسمعوا يا جماعة هلأ من أين أتى هذا القرار بتعليق العلاقة. قطع العلاقات مع سفارة ألمانيا تم بأمر مباشر من جلالة الملك محمد السادس. أكدت مصادر موثوقة لجريدة إلكترونية أن قرار قطع العلاقات مع سفارة ألمانيا بالرباط تم بأمر مباشر من جلالة الملك محمد السادس، الذي يظل مجالا محفوظا للملك حسب نص الدستور. وأعلنت الخارجية المغربية بعد زوال أمس الاثنين قطع علاقات التواصل بشكل كامل مع سفارة ألمانيا الاتحادية بالرباط، وما قالوا شو السبب لتعليق هذه العلاقات. وجهت مراسلة رسمية لرئيس الحكومة وكافة القطاعات الحكومية حول قرار تجميد التواصل مع السفارة الألمانية بالرباط. واكتفى مصدر بوزارة الخارجية بذكر مضمون المراسلة الرسمية في اتصال بجريدة الإلكترونية دون الإتيان على الأسباب الحقيقية لهذا القرار. وحسب وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن قطع العلاقات مع سفارة ألمانيا تهم كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها، كما تعلق كل أشكال التعاون مع المنظمات السياسية الألمانية الموجودة بالرباط. على الأغلب يا جماعة الأسباب هي مثل ما حكينا أنه برلين كانت تعرقل قضية الصحراء المغربية وموقف الليبي. المغرب صبر صبر صبر، لكن قد نفذ الصبر وأتاهم الرد الصاعق. تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس يا جماعة، تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس. على جميع الدول أن تعرف مع من تتعامل. إنه المغرب، إنه المغرب ذو الحضارة العريقة، إنها المملكة المغربية العظمى. على جميع الدول أن تستيقظ وتقف وتضرب التحية حينما تسمع باسم المملكة المغربية. إنها المملكة المغربية، إنها التاريخ والأصالة والحضارة. خلينا هلأ نحكي عن ألمانيا. ألمانيا تنحني للمغرب. ألمانيا تختار تهدئة النار الآتية من الرباط. أبدت الدبلوماسية الألمانية مرونة كبيرة في التعامل مع الغضب المغربي من تراكم سلوكيات معادية استهدفت مصالح المملكة في العديد من المحطات أوروبياً وأممية. شو بيعني هذا الحكي يا جماعة؟ المغرب عندما أصدر هذا القرار، ألمانيا تعاملت مع هذا القرار بمرونة، تعاملوا ورأسهم منحني، تعاملوا بخوف وتعاملوا بمرونة من أجل أن لا يخسروا العلاقات كاملة مع المغرب، من أجل أن لا يفجروا غضب المغرب. وعبرت الخارجية الألمانية بعد خرجة الرباط على حرصها على استمرار العلاقات مع المغرب، واصفة إياها بالطيبة، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب. هي الصيغة يا جماعة يلي صاروا يحكوا فيها بالخارجية الألمانية، صيغة المرونة. ويظهر من هذا التصريح أن برلين لا تريد أي تصعيد دبلوماسي مع الرباط، وتفضل حل الخلافات بطرق ودية، خصوصا أن المغرب مرتبط بالاتحاد الأوروبي وسيصعب التعامل المشترك في حالة نشوب صدمات حادة. وأكدت المعطيات حسب المصادر أن هذا الأمر يتعلق بالتراكم الأمور يلي تراكمت، وإلى إجراء تقييم محلي في علاقاتها الدبلوماسية مع برلين عبر قطع الاتصالات مع سفارة ألمانيا بالرباط باعتبارها ممثل الدولة الألمانية.
مصطفى الطوسي المحلل المغربي اعتبر أن الخطوة الألمانية تأتي لخفض التوتر الحاصل بين البلدين. يعني ألمانيا اتخذت هي الخطوة من أجل يخفض التوتر يا جماعة، لأنه ألمانيا لا تريد أن المغرب يضل غاضب ويقطع العلاقات بشكل كامل، وخصوصا أن المغرب يبحث عن أجوبة مقنعة لما جرى من عرقلة المصلحة في العديد من المحطات. واعتبر المحلل المغربي أنه ليس من مصلحة ألمانيا اقتصاديا أمنيا استراتيجيا أن يكون هناك تشنج مع المغرب. نرجع من عيدة، ليس لألمانيا مصلحة أن يكون هناك عرقلة من ناحية اقتصاديا أمنيا استراتيجيا وأن يكون هناك تشنج مع المغرب، يعني ما بدهم أنه هاي الأمور تتشنج مع المغرب. مسجلا أن خطوة الرفع من حدة الخطاب كانت محقة من لدى الدبلوماسية المملكة. شو بيعني هذا الكلام يا جماعة؟ المغرب أصدر هذا القرار والمغرب كان غاضب. ألمانيا أخذت هذا القرار وهديت، تعاملت بهدوء من أجل أن لا تغضب المغرب بشكل أكبر. وبالتالي المحلل المغربي السياسي يقول بأنه ألمانيا لا تريد أن تخسر العلاقات مع المغرب سواء اقتصاديا استراتيجيا عسكريا. وأكبر الخبير المغربي بالعاصمة الفرنسية باريس، ألمانيا مرغمة على تقديم التنازلات باستحضار موقعها داخل الاتحاد الأوروبي. ليش نحن قلنا أنه ألمانيا اليوم يعني تتعامل مع المغرب بهدوء وتأني؟ نرجع من عيدها يا جماعة، ألمانيا مرغمة على تقديم التنازلات باستحضار موقعها داخل الاتحاد الأوروبي وحاجة القارة العجوز إلى المغرب في قضايا الاستخبارات والاقتصاد والمرور صوب أفريقيا. سمعتوا يا جماعة هذا الكلام؟ لهي الأمور كلها نحن بنرجع من عيدها، ألمانيا ليس لها مصلحة أبدا أن تغضب المغرب. كرمال هيك ألمانيا عندما سمعت قرار المغرب تعاملت بهدوء، تعاملت بتأني، لأنه ومستعدة أن تقدم التنازلات، لأنه ألمانيا لا تستطيع أن تغضب المغرب. شوفوا يا جماعة شو بتخسر ألمانيا. ألمانيا مرغمة على تقديم التنازلات باستحضار موقعها داخل الاتحاد الأوروبي وحاجة القارة العجوز إلى المغرب في قضايا الاستخبارات والاقتصاد والمرور صوب أفريقيا. العز للمملكة المغربية يا جماعة، وتحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس الذي أعطى الدروس لهذه الدول. تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس، رافع راسنا على طول يا جماعة، اكتبوا لنا بالتعليقات تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس. هيك وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، نضل دائما على تواصل، تحتوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر. أهم موضوع بهذا الفيديو اللي سلطنا الضوء عليه، القرار أتى ملكي، القرار أتى من جلالة الملك محمد السادس. تحية للمملكة العلوية الشريفة من طنجة إلى الكويرة، بالفعل الدول بحاجة للمملكة المغربية. المغرب مهم للعديد من القوى العالمية، العز للمملكة المغربية، وتحية كبيرة للرجل الدبلوماسي ناصر بوريطة. بوريطة يا جماعة لديه مقصين، واحد يقص فيه القنصليات والثاني يقطع فيه العلاقات مع الدول التي تغضبنا، مع الدول التي تحاول أن تمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية. تحية كبيرة لمقص بوريطة الذهبي، مقصين يا جماعة، كل الحب والتقدير، سلام. يحيى الملك، يحيى الوطن، يحيى الملك، يحيى الوطن.